صباح الخير، كيف حالكم؟ محمد خميس من شيكاغو بحييكم. اليوم الجو كثير رائع، طار ما شاء الله، يعني مش طبيعي الوضع. بما انه اليوم شتوي بامتياز، خلينا نعيش الاجواء الشتوية. بدي احكي مع صاحبي محمد، مبتعث سعودي، خلينا نشوف شو راح نسوي اليوم معه. الو، صباح الخير. صباح النور. مايك. الاجواء جدا جدا رائعة. والله جميل. شو رايك تشرفني اليوم؟ بفكر في الموضوع، كنت لانه انت سبق وحكيت لي عن الطور السعودي في الشتاء، فأنا حاب أجرب أعمل التجربة هاي، فشو رأيك؟ والله إن شاء الله أن التجربة تكون ممتعة لك. تعال وخلينا نجرب الأكل السعودي على أصوله. بدنا نعمل تحدي بيني وبينك كمان. إيش التحدي هذا؟ شو رأيك أخلي التحدي مفاجأة ولا نحكي عنه؟ والله زي ما تحب. خلي موضوع التحدي لبعد ما نفطر ونشوف الفطور، تب أمورنا تمام وخلاص، شو رأيك؟ حلو ولا يهمك، خلاص إن شاء الله. تمام. الآن في طريقنا على محمد عشان نفطر معه الفطور السعودي الحجازي، بالإضافة لأنه نتعرف عليه أكثر وعلى حياته في أمريكا، حياة الدراسة. وتابعونا للآخر عشان تعرفوا شو هو التحدي وتعرفوا شو راح نوكل، لأنه أنا شخص كثير بحب الأكل. طبعاً الأمطار شوي خفت عن الصبح. بالعادة في شيكاغو كل ما يجي يعني يوم حر في آخر اليوم أو في نفس توقيت ممكن تهطل أمطار زي الأمطار الموسمية بالعادة. يعني كان معي مهنة، شريت لمحمد جميد كركي، قلت له السمن بلدي كركي. طبعا محمد هون ساكن. يا حي الله أبو سعود. إذا محمد كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل محمد. هذا مضيف صح؟ يعني الجميد. جميد. خلص لأنه الجميد بيدك. ما شاء الله. احذر شو هذا. خلينا هنا نشوف. يا عيني. ايش هذا؟ الريحة ريحة سمن. حط منه على المعصوب وعلى الفول كمان. على الفول، يعني اليوم بدنا شو بدنا نفطر؟ فول مكاوي بخة. مع؟ مع معصوب. يعني هتعمل معصوب؟ أكيد. يا سلام. صراحة ندخل على المطبخ نجهز المعصوب والفول، فتابعونا. الحين أول شيء نبغى نسوي فطيرة المعصوب. تمام. راح نحط الكوبين من الأبيض. تمام. وراح نحط واحد من الأسمر. تمام. تمام. وراح نحط بس رشة ملح بسيطة. هيك بسيطة. ونحط السمن الكركي. الله. يا عيني. يا عيني على السمن الكركي. مايا بالتدريج في العجينة تماسكت. راح نضيف اياها. والله ريحة السمن ما شاء الله تبارك الله. ايش اللي خلاك تحب الطبخ؟ جدا احب الطبخ، والوالدة ما قصرت صراحة، يعني نفسها في الاكل لا يعلى عليه ما شاء الله. ممكن انا اخذت النفس هذا من الوالدة. الحين راح نبدا نسوي الفطيرة. نبغى نبدا نفردها. نفردها بالسمن البلدي. ها ايوه. الحين ايش اللي ابغى اسويه؟ نحط هذه الطريقة. بعدين ايش؟ زي نظام المطبق. تقريبا يعني قريبة منها الحالة. دحين نبدأ نفردها. طيب دحين نحط أبدأ أفرم الفطاير الملوخية. بس الفرم يجيك مية 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 مية. ولا فرامة الملوخية حتجيب الفرم مية مية. هذا هذا هو. يعني ساعدتني صراحة.
بنحط الموز وريحة السمن ما شاء الله تبارك الله. حرك تحريكة خفيفة، نحط القشطة هنا يا. بس ايش بديها تقريبا كذا، بس نسخنها تسخينة بسيطة. جد حطوا لنا بالتعليقات شو رأيكم في معصوب اللي عمله محمد، يعني أنا أول مرة بشوف طريقته صراحة. دحين حطينا القشطة من فوق تمام، راح كمان نحط السمن. الله عليك، السمن البلدي الكركي. يا سلام. وما ننسى كمان العسل. عددنا جدا مميز صراحة طعمه، يعني هو اللي شفته أنسب شيء مع المعصوب. سلم لي على الرجيم. اسأل أي حد يقول لك المعصوب حار حار نار، يعني يأكله على طول أول بأول، ما حد يأكله بارد. سوينا المعصوب أيه جاهز بالسمن البلدي وبالعسل، راح نجهز الفول وشاي الكرك، فخليكم معنا عشان تشوفوا ألذ فطور من الحجاز. حجاز؟ فطور الحجازي هون، هون الدسم، هون الشغل الصح، هون شغل الشتاء والبرد. عشان تدفى لازم تأكل هذا الفطور. يعني نحط سمن كمية بسيطة، أول ما يسخن كده نحط البصل. البصل بيضيف نكهة حلوة، و بس أنا أحط البصل، في ناس يحط طماطم، وكانوا بيعملوا كشنة يعني متكاملة بصل وطماطم وثوم، أنا بس بستخدم البصل. من مين أكثر تعلمت الأكل، يعني من والدك ولا من والدتك؟ أنا الوالدة عندي يعني ما شاء الله تبارك الله تعمل أكلات، تعمل يعني أشياء حلوة وزي كذا، والوالد عندي نفس الشيء بيعمل سلطة يعني ولا أروع، خرافية خرافية. يعني لما نسوي فيه أكلات معينة، لما نحن نسويها مثلا كبسات زي كذا، الوالد ما شاء الله تبارك الله يضبط أحلى سلطة من إيده يعني. كل شيء تسويه الوالدة حلو، لكن في تسوي الوالدة كبسة لحم بالذات في العيد يعني هذه لها طعم ونكهة يعني ولا أروع، مميزة جدا. وشوف هي الغربة يعني صراحة حسها يعني إنه هي ستيل غربة، مهما تسوي مهما قدامك بعيد عن أهلك، هي يعني هذه بحد ذاتها صعبة. طيب دحين نبدأ نحط الفول. البصل الابيض بيكون خفيف في الطعم. فانا افضل مثلا انه اذا مثلا بنحط البصل الابيض احطه مع مثلا البرجر، ولا احطه مع يعني اكله خلاص ني مش مطبوخ. عرفت؟ لانه طعمه شويه اخف من الاحمر كيف مره ثقيل. معلومات جميله، يعني اذا بدك نكهه بصل قويه في الاكل استخدم البصل الاحمر. بدانا بالملح، عندي هنا الكزبره. هذا كمون، هذا كمون. الحين راح نسوي الطحينة. حلو. الطحينة بس راح نحط طحينة يعني وملح وشوية موية. راح نجهز الدقوس. ايش الدقوس؟ اللي هو السلطة الحارة تبع الفول. تمام. طحينة تكون تحت، في ناس يحطوها من فوق وخلاص، بس انا ابغاها ايش عشان الطعم كله يكون متجانس يعني. الحين بس ايش تقريبة بسيطة. نحط عليه
الدقوس أو الدقس، نحط الكمون، نحط السمن، تمام، ونحط السمن ونغطي على طول. جميل. بس ايش بدك تحط؟ هيل. وابغى احط قرنفل. في ناس يحطوا جوز الطيب، بس انا ما عندي جوز الطيب. يعني بس ايش؟ هيل وقرنفل بس. شوي قرفة. خليها بس ايش؟ تتنك. تغلي مع بعض. كمية الشاي اللي احطها أو الطريقة، أحط مثلاً قرتين من الماية، أوكي، وأحط ملعقتين من هذه، راح أخلي الشاي يعني شوية يغلي عشان إيش تصير النكهة قوية. هاد عشان إيش أبدأ الحين، راح أحط الشاي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. إن شاء الله يا أبو إبراهيم إنها تعجبك وتعجب المتابعين. أنا عبود من جدة، صديق محمد وشريكه بالسكن، ومعنا الشيف محمد الله يعطيه العافية. يعني ما قصر، معصوب وفول حجازي وشاي كرك. طبعا شاي الكرك اشي نادر جدا هون، ففرصة سعيدة انه نشرب شاي كرك صراحة. صرفتونا والله. طيب نجرب المعصوب. الله رحمه. كيف؟ 10/10 ولا غلطة. مع اني ما بعرف المعصوب، بس اشي لذيذ جدا. نباك تقول للجمهور. الله. انا يعني صراحة يا اخوان، هذا بجوز فيش حد بيعرفه. من مواليد السعودية، جلست فيها 10 سنين، بس صدقا للامانة ما كنت اعرف هاي الشغلات. يعني كنت اكل كبسة، جريش، قرصان، في أكلة غريبة كمان اسمها مطازيز. في مطازور زين. بس المعصوب والفول أول مرة يعني بجربهم. شاي الكرك جربته في الإمارات صراحة خرافي. فخليني أجرب الفول على السريع عشان الشباب يأكلوا بلاش يضربوني. يعني أنت مكثر في الفيلم؟ أنا مكثر شوية تاني يعني. الله يستر. بسم الله. مشاوي مش فول. ايش مرتب صح؟ اول مره بدوق زيه. انا حاسه فول مشوي يعني. تحس انه في شيء غريب. ايوه بالضبط. اول مره يعني بالزبط. الفول مو كذا يعني بالزبط. عاده يعني عادة يكون مختلف. الخبز محمد الله يعطيه العافيه. الله يعافيك. حياك الله. احلى شيء كرك عيون الشباب. شو يعني مهوي؟ مهوي مهبول.